السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. بيانفوني نوتخ شين اوبورتونيتي بوغ يوسيغ. من اجل دعمنا المرجو الضغط على زر اعجاب للفيديو ثم اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما نوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الاول ابتدائي من كتاب دير فير اي اجير. اذا غادي نشوفوا غرافيزم لاباج 74 يونيتي 4. اذا كما تلاحظوا في هذا الدرس هذا ديال الغرافيزم غادي نشوفوا لي تري اوبليك يعني الخطوط المائله لي تري اوبليك. جوبسيرف اي جو ديكوفر. لاحظوا هاد لي تري هادو, لاحظوا هاد لي تري هادو سو سون دي تري اوبليك. اذا هما خطوط مائله, ما نشوفوش هاد الخط هذا ولا هذا. اذا هادو خطوط مائله, اذا خطوط مائله, خطوط مائلة. إذا نحاولوا نتمرنوا باش نرسموا هذه الخطوط المائلة جو مونطخي. إذا غادي نحاولوا رسموا على النقط اللي عطينا لي بوانتي اللي عطينا بهذا الشكل باش نرسموا هذه الخطوط المائلة كما تلاحظوا بحال هكدا. إذا بهذا الشكل نمر إلى جو برودوي دي تخي أوبليك. إذا انطلاقا من هذه النقط غادي نحاول الربط بين هذه جوج نقط باش نرسم دي تخي أوبليك. إذا باستعمال المسطرة, نعم استعمال لا ريغل ديالنا, جوتيليز لا ريغل بور برودوير لا بور تراسي دي تري اوبليك كوم سيلسي دون ليماج. اذا من النقط غادي نحاول ندير سطر, نحاول نربطهم بهذا الشكل باش نحاول عاوتاني نربط هادو اللي لتحت باش نرسم هاد لي تري اوبليك ديالي, هاد الخطوط المائلة. دونك جو مي فالو غادي نحاول نرسم هاد الخطوط المائلة. اذا نحاول ندوز على هاد لي بوانتيي على داك النقيطات اللي عندي تما, غادي نرسم هاد الخطوط المائلة بهذا الشكل اذا كما تلاحظون في الصورة. اذا نتمنى يكون جاكم هاد الدرس هذا سهل, نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم, شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درج جديد من الدروس تنقدمو في قناه معالي الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك, غادي تلقاو اللين ديالها في الرابط ديسكريبسيون, ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله, والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.